بروح رياضية عالية وبحس إنساني، أبى المدرب حكيم من نصر أن تستمر صور الإجرام والانحراف بهذا المبنى بحي سيدي حسن بشراقة، الذي كان مرتعا للمنحرفين ووكرا لمدمني الخمر والمخدرات، ليصبح اليوم المنفذ الوحيد لأبناء الحي وحتى الأحياء المجاورة. جاو لي في البلدية، عطوني دوميسيلياسيون، بجيت للمقر أنا هدايا، بديت نشط، لقيت صعوبات باسكو كانوا دي جون اللي كانوا ساكنين في المقر هذا اون جينيرالمون، وسييت معاهم، والحمد لله كان لي راميون طاي لا بي بارتي حامي ويونطراني ولا هنايا تسقوا، كانت وكر الاجرام بيان سور، من بعد دوك انا صدمناها. مبادرة المدرب حكيم لم تتوقف في حد تحويل المبنى الى صرح رياضي، بل قام بتزويده بالمعدات اللازمة ودون اي دعم. باش نلقينا مساعده من عند البلديه ما لقيناش، فهمت كيفاش؟ حنا سينا درنا اسوسياسيون وعطاونا لي سي بي سي وعطاونا كاع لي تريك اللي باش الاخر، وشنو اعانه ماليه هنا في البلديه ما لقيناهاش. ويضم فريق الاتحاد الرياضي لشراقة الكبرى انواعا متعدده من الرياضات، بالاضافه الى قاعه كمال الاجسام وتحت اشراف مدربين ذو خبره وتجربه. كلوب هدايا متكون من عده اختصاصات، كاراتي، جيدو، كيك بوكسينغ، لا لوت، المصارعة، كمال الأجسام، وفيه حتى لو ميزون فورم. لونترمون لي جون هنايا بروغرام، لونترمون نورمال، جبدنا الناس اللي كانوا على بالك برا ولا خور، نقصنا في الموفمون تاع الناس اللي تكيفوا والحمد لله. دوك الحمد لله صافا، دوك تما ساس ديفلوب، كاين دي دوطر سبور كيما الكاراتي، كيك بوكسينغ، ما كانوش كاينين هنا كاع في السيكتور. أرو دخلوا في أبقراص هاد لاصال دخلوا. نجي هنايا على الستة ندير نشوفي وندير سبور، الشيخ تاعنا علمنا بزاف فايس. مسار طويل وصعب قضاه حكيم ناصر لبلوغ شهادات العرفان هذه من مرتادي القاعة الرياضية، إلا أنه اليوم بحاجة لدعم لمواصلة مشواره وتقديم المزيد لما لا. دعم هذا ولا غستان بروبلام، كي تشوف دوك الكودي تاع بالون، كي تسيب بالون تسيب واحد عطاو له 400 مليون، وتسيب أنا يرحم والديك ما يعطونش بالك، عطاو له 70 مليون في العام. حنا نطلبوا دوك لاغريمون، الجهات المسؤولة كاع، لاغريمون تاعنا. نطلب من ساعة الوزير ولا يعني يقدر يشوف فينا ماذا بك السي الهادي ولد علي وزير الشباب والرياضة، يوذ مربي روح تزرة للصلاين حكيم كشراقة. الرسالة تاعي هنا انهم يعطونا اوليو ريسيبي اللي رانا به دوكا صافي 5 من 2012، يعطونا الاعتماد ويعطونا الاعانات باش اومون نمشيو بهم، باسكو كاين ديجا اللي لحقوا لافار سي بون ديسيزيف، تسمى يا يروح للانترناسيونال يا يروح لا ديريف. يبقى المدرب حكيم نصري مثالا للمواطن الصالح، بالأمس مد يده لشباب كانوا في بؤر الإدمان والانحراف، لينعموا اليوم براحة الأذهان وصحة الأبدان.